عفوا البنات، جيت نحط لكم نصور لكم طريقه استجاف باللوبي، لقيت اني ما تكيتش مليح على البورتابل، نخليو طريقه استجاف تكون في فيديو منفصل يكون احسن. سجفت يعني قفلت الكتفين، سجفت بهذه الطريقه الدرعين، يعني درت سيرفيلاج بزيكزاك وطبقت واحد 2 سنتيم وخيطت خياطه عاديه. الرقبه الفي بهذه الطريقه، يعني درت شريط بواحد 3 سنتيم، درت له سيرفيلاج على الحاشيه، ومن بعد جيت حطيته سير داير ورجعت كرونتيت يعني تاع الوراء وقلبته يعني في الجهه الفي ثاني، درت له واحده الشق يعني باش يتقلب لي فاسيلما، وجيت اقلبته لداخل وعقبت خياطه، حاجه سهله. ونبقى دائما نوعد اني نديروا فيديو منفصل للمبتدئات اللي دائما يعتبوا عليا اني ما دايرش حسابهم في تسهيل الشرح. جينا لتركيب الكالون البنات، هنا الحاشيه راح نحط فقط طريق، يعني هنا طريق نخيطها على لي كوتي. طريقه خياطه الكالون سبق اني تقاسمتها وما فيها باس اني نعاودها لكم. البنات اللي يقول لك الكالون، بسم الله، الكالون دائما يجيني مكمش على القماش، نقول لكم القماش هو اللي تجبدوه والكالون هو اللي تدفعوه. قاعده لما نجيو نركبو سفيفه، الكالون هذا اللي يكون تقريبا فيه شويه نسبه من النيلون، ماهوش حرير، تقريبا هو فيه نسبه كبيره تاع النيلون. طبعا راهو محدد، هو من الاحسن يتغسل يعني يتشمخ، سيرتو كي يعود اوني ما فيهش هذا اللي يشرق، الاوني راهو يتشمخ يشيح، ومن بعد نعقبوه في الحديده يكون يعني شرب وجاهز ان نركبوه فيه وما يتكمش. قلنا القماش هو اللي نجبدوه، ماشي نجبدوه بزاف بزاف، مي نجبدوه يكون بيان بلا، والسفيفه ولا الكالون هي اللي ندفعوها شويه طبعا ونمشيو. هكا نكون متاكده انه الكالون تاعي ما راحش يتكمش، حتى ولو تغسلت ما راحش يتكمش. انا نركب الكالون تاع لي مونش ونرجع نعطيكم كيفاش نبدا في تاع الرقبه. كملت تركيب الكالون لي مونش، دوك نجينا للرقبه. الرقبه نبدا في الخياطه تاع الكتف من جهه الوراء، نحط الكالون بصح يكون يجبد للقدام، هكا باش لازم لما نجي نوصل للجهة المعاكسة نقدر ندير فينيسيون مليحة يعني نغطيه. تبعوا معايا درك تشوفوا، بسم الله، قلنا نجبدو الكتان وندفع الكالون سيغتو في التدويرة تاع الرقبة من الأول. مهم جدا هاد المرحلة يا البنات، وبزاف تسألتوا عليها كيفاه الكالون يجيني مرخوف وما يكونش مشبوح في التدويرة تاع ما عنديش الزوم في الكاميرا الأمامية، عذرا يا البنات، تبعوا باكي ديا، شوفوا كيفاش ندفع، كيفاه ندفع، يعني نعطيه أرياحية كبيرة، شوف كي ندفعو مليح شغل يدير لي كسرة صغيرة هنا تحت البيد بيج، هذيك الكسرة هي اللي تخلي الكالون كيفاش هنا يدور. مانيش نحط برك في الكالون، راني ندفع فيه حتى دير واحد الكسره صغيره هي اللي تخلي الكالون كيفاش يجي مطروح، من ما يجيش مثلا مشبوح مزير حتى يوقف هك، لا حتى المركبت بزاف لي كالون يا البنات، يعني درت لا ميتريز عندي يعني يعني نقول لكم ميتريز يعني نتحكم فيها بكل أريحية، يعني نقدر نركب الكالون تاعي وما عندي فيه حتى مشكل. تبعوا باقي البنات وإن شاء الله تنجحوا فيه نتوما تاني. كنت نرخف هنا، رخفت البولون هذا، شوفوه هذا كنت نرخف فيه باسكو القماش هنا شوية خشين في الكتاف، ومع الكالون البيد بيش ما يعديليش يقعد حاصل. كملت التدويره تاع الرقبه من اللوراء، ها هي دوك نروح نزيد نهبط مع الفي ونرجع. اهبطت الهبطه هذه تاع الفي، وصلت هنا لوسط الرقبه، نهز البيد بيش، نهز الكالون
ونرجع نطرحه باش نديره بدقوة. يعني راح نهبط الهبطة هذه نتاع الصاين من القدام. نتأكد في العلامة اللي حطيت نتاع الطباشير نحط صغير، ما هيش مسجفة، لا شوازات يعني شوية مسحونة يعني شوية واقفة، نقدر نستعمل ديريكتومون بيسك القالون هو تاني وخشين. نحاول اني نجيب القالون مع العلامات اللي حطيت، نهبط خياطة مستقيمة يدي هذا، راني نجبد هنا في القماشة. هاني درت العلامة شحال شحال نحتاج الطول. جينيرالمون الطول نديرو 35، تكون مليحة. كان تحب دير 40 يعني حتى لاطاي دير. هنا طول القالون كل واحدة، أنا نقصد من الكتفة كل واحدة تحط طول القالون كيما تحب. لما نوصل للعلامة نجي نطبق أو نطوي القالون تاعي بهذه الطريقة باش ندير لافلاش أو ندير السهم، ونرجع نتكيه. شفتوني كيف هدرت؟ ها هي باش يجيني السهم هذا. شوف كيف، ها هي العلامة، تكيت القالون قد قد، ونرجع نتكيه هك باش ندير السهم هذا. ها هو نحاول اني باش يجيني كيف كيف، ما يجيش معوج، ونهبط الخياطة عليه للوسط. نهز البيد بيش وندور ونرجع نخدم نفس الشيء في الجهة الأخرى. كملت الجهة هذه، طلعت في الفي، راني رايحة للبلاصة اللي بديت منها. هنا باش نعتلكم كيفاش ديروا فينيسيون مليحة. نوصل للمكان، نحاول اني نغطي شنو الشيب هادو تاع الجهه اللي بديت بها، ونجي نعمل سهم كيما درت في الجهه التحتانيه باش نعاود نرجع نخرج للجهه الاخرى. تبعوا مليح، ندير السهم ها هو، يعني نوقف القالون مع بعضها باش يديرني بالطريقه هذه. راني راهي تبان وي، ندير السهم بالطريقة هذه ونرجع نقلبو هك. شفتوا يا البنات هكا، باش نرجع ندور على ما ورايا وتكون خدمة نظيفة باش نزيد ندير الجهة الثانية أو الدوزيام تور نتاع القالون. راهو باين هاي، نزيد نعاود. هاو القالون وصلت في الجهة اللي بديت بيها، نجي مع الحاشية ندير سهم. شوف هنا لعندي الجهة تاعي هاهو، ومن بعد نرجع نقلبو هاهو. ربما يدي ما خليش نشوفو مليح، هاهو كيفاه نقلبو هكا وندور عليه. هكا تكون فينيسيون مليحه، تكون الخدمه الاولى اتغطات، وميم طون باش نرجع ندور ما نقعدش نقص. بالكم هاد القالون يتصنصر بزاف. نتكى الساع على هاد السهم اللي درت، نتكى عليه بالخياطة يعني نحكمه بالخياطة، ومن بعد نرجع ندير الطريقة الثانية. نرجع هنا مارشاريير فقط. دوك راح نخدم ندير الطريق الثانيه وميم طون نحكم الطريق الاولى راهي محلوله. نتاكد كم راكم تشوفوا فيا. دوك نفتح العراد برجلي وندير زيكزاك. الزيكزاك هذا يحكم لي الجهه تاع القالون يمين ومع اليمين مع بعضاهم، باش ما نقعدش ندير خياطه للجهه هذه وزيد نرجع ندير خياطه للجهه هذه. اللي ما عندهاش طبعا الزيكزاك تستعمل خياطه اوبليجي، دير الجهه هذه وزيد ترجع تكمل هذه. انا هنا درت زيكزاك وحكمت مع بعضاهم. طبعا راني نعدل في القماش تحت يدي ونجبد ونرخف في القالون، يعني نزيد مدلو في لومو، يعني نرخف فيه
باش ما يتكمش، وحتى لو تغسلت القندوره يقعد كيما راه. نزيد نهبط مع بعضهم، راه لاصقين مع بعضهم. تاكد انه القماش راه مجبد مليح، ما تكونش كسرات تحته وما تكونش طيات. ولما نجي هنا في الجهه هذه وين نحب ندور، يعني حبيت ندور هنا، حبيت لكن عندي يعني الكميه مليحه من القالون، نجي هنا برك فوقها وندور بالطريقه هذه ونرجع. شفتوني هكا؟ وي هاي باينه. يعني خليت واحد 5 سنتي اكثر، اكثر واحد 8 سنتيم هكا، وراح ندور. طريقة تركيب القالون مهمة جدا يا البنات، عندها دور كبير انها يعني تقدر تقول هي 80% على فينيسيا تاع القندورة هي تركيب القالون بطريقة احترافية. نجي للجهة هذه ونزيد نعقب الخياطة باش نعدي للجهة الأخرى. هنا نعدي خياطة عالية، راني نطبق القالون بهذه الطريقة باش تجيني هذا الشكل، ونزيد نحطه مع الجهة الأخرى. طبعا هو ما محكومش، باش ندير زيكزاك ونحكم الجهتين. شوفوا يدي كيفاش راني نطرح في القالون، راني نهبط فيه بيدي. شوفوا شوف كيفاه كان واقف، شوف كيف نحكم فيه. انا اللي نتحكم في القالون مش هو اللي يتحكم فيا. فوالا هاني عقبته، ها شفتوا كيف جا سي بون. دوك انا نكمل باش نوصل للبلاصه اللي وصلت فيها في الكتف. بون ما كان له نقطع، ما تقولوش باك الفيديو جا طويل. نزيد ندير هذيك العفسه اللي درنا من بالمنعف الجهه الاخرى، باش نديرو هذاك كيما نقولوا السهم. نقطع القالون هنا ونتكي ونخيط كلش. نتأكد انه القالون يدخل لداخل، ما يخرج لي منه والو، ونحكم بالخياطة. وكملنا تركيب القالون، زيد نحكم الحاشية اللي من برا وكملت.